المقص. انا بشكرك جدا 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 امير توفيق مدير لجنه التسويق والتعاقدات في النادي الاهلي. بالمناسبه امير من الشباب الواعده، من الشباب اللي عنده حماس وعنده قوه وعنده اشياء كثيره جدا جدا بيستغلها النادي الاهلي من خلال وجوده في منصب صعب جدا جدا سواء في التسويق او في التعاقدات، ولكن الحقيقه امير ماشي بخطى ثابته جدا جدا في هذا الموضوع. ولكن طبعا المعلم الكبير عادل القيعي ده معلم ملوش علاقه باي حد، انا عارف الاسم بيزعل ناس ولكن لازم نقوله، عادل القيعي ده لوحده يعني ده في مكان مختلف عن الجميع، كلنا الحقيقه بنتعلم منه. يعني انا عمري ما هنسى حاجه حصلت معايا انا تحديدا، لكن اكيد حضراتكم كلها كلكم عارفينها، لكن عادل القيعي ده بالنسبه لنا او المهندس عادل القيعي طبعا بالنسبه لنا وبالنسبه لكل الاهلاويه في حته تانية خالص، لكن الكل بيتعلم، هناك تواصل من الاجيال في الفتره القادمه، هتلاقوا كوادر جديده بتظهر وكوادر جديده النادي الاهلي او محتاجها النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. فانا بشكر امير جدا على هذه المداخله، اظهرت لنا كثير من الامور هتحصل في تيشيرت النادي الاهلي ومن فضل